جامع سعد بن ابي وقاص، الطلقات الحية تكسر زجاج ابواب جامع سعد بن ابي وقاص يوم 15/7/2011. الامن والشبيحة تطلق النار على المتظاهرين في داخل جامع سعد بن ابي وقاص في مدينة ادلب. معكم من وراء الكاميرا المندس خالد محمود. هذا جامع سعد بن ابي وقاص. بعد هيك اجمع الجميع، الله يعلم على الجميع. هذا الاصلاح تبعه لبشار الاسد. هذا لا يصنعه الكافر، لا يصنعه المجوسي، لا يصنعه اي شريف. بعد لي بعد لي حجي. هذا داخل مسجد سعد بن ابي وقاص. ضرب على الجميع برصاص الحي على الناس. لم تقم الناس الى صلاتهم. باشروا باطلاق النار على المتظاهرين. الان انتهينا من الصلاة، وهذه الصور بعد الصلاة. الجرحى عدة جرحى، ولا نعلم هل هناك قتلى ام لا، لانهم مطابقين كل المساجد. معكم من وراء الكاميرا المندس خالد محمود.